أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح. الأحد الماضي قامت حكومة دولة عمر الرزاز بإجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات، وقامت بإطلاق أول حزمة قرارات، وهاي القرارات هي: قرار تخفيض كلفة الطاقة للقطاع الصناعي والزراعي، قرارات تحفيزية لسوق الإسكان والعقار، وقرارات لتحفيز بيئة الاستثمار وحوافز ضريبية للقطاع الصناعي. أيوة يا زلمة، هاي القرارات ولا بلاش؟ إيه؟ هاي الحكومات ولا بلاش سيدي؟ يعني ليه؟ هاي الحكومات ولا... أيوة يعني... من زمان خلي هالعقارات تنتعش. أيوة يا زلمة، يعني مبسوط من زمان بدي زي هيك حكومة. أنا كنت أملي بهاي الحكومة وما خاب أملي. القرارات... شو أملي هذا اللي بحكي؟ شو هالقرارات اللي بتخزي هاي؟ إحنا التجار غرقنا مي وغرقنا ديون. يعني ما استفدتوا من القرار ولا قرار؟ كيف يا زلمة استفدنا وكثير. هسه منقلب شقق وعمل شقق وعمل عمارات وعمل ابراج. قال وين التحفيز؟ واحنا الاطار التجاري شو صار يا خيي؟ ما بعرف، انت قول لي شو بتصير يا حبيبي، شو بتصير؟ هسه رح نعمل مش بس برج، برجين وعلى السابع كمان. ماشي على السابع غير السادس، ابراج السابع رح تعمل. والله ما نعرف هاي الحكومه شو بدها منا احنا التجار. والله ما نعرف. سيبك منه يعني القرارات ما نفعتكم كتجار؟ يعني ما سيبك منه يا زلمة. هسه بقول لك في مبادرات سكن ميسر لتعون الدخل المحدود المتوسط، واحنا التجار ايش شو ينزلوا ضريبه المبيعات شوي على الناس. يعني خلينا نبيع يعني هاي بقول لك خلاص الدنيا مليانه اواعي. هسه الناس بدها تشتري شقق وتسكن بلا تشتري. وضعنا تعبان. ايش بينفع؟ استنوا لقمتوني، استنوا انت للمستثمر العقاري وانتوا التجار. استنوا سؤالي انا المواطن شو راح يستفيد من هاي القرارات؟ هل هاي القرارات لمصلحة المواطن؟ لا مصلحته ولا شيء. بيشتري بيت ومغمض زيدي. لا مصلحته ولا شيء. لا بتكون رضية، بتكون ثلاث غرف نوم. واقول لك 150 متر مش 125 متر. روح يا زيدي. طب هو طلع فرملة، شو ما بدك وزيادة؟ هو طلع بلف، انت كيف راح تطلع من هون؟ من هون هيك عادي. ها هسه بروح بشتري احسن عماره سيدي واجرها. المواطن لمصلحته هاي القرارات. يجب ان اقول ويلزم ان اقول انه كل الحزمه تستهدف المواطن وتحسين مستوى معيشه المواطن. نعم. يعني اكيد معاليكي الحزمه هاي والقرارات اللي اجت فيها راح يشعر فيها المواطن، يعني راح يحس بتغيير بسببها. انا بحكي عن المواطن العادي، مش عن المستثمرين والعقاريين وأصحاب المصانع. لا، المواطن العادي راح يحس فيها، لأنه بصراحة إحنا كمواطنين يعني ما أخذين عخاطرنا، ما حسينا أنه لمسنا إشي، يعني ما حسينا أنه دخل فينا إشي.